بمناسبة عيد الفطر وبهدف إدخال البهجة لنفوس الأطفال، أطلقت جمعية سورية اليمامة الخيرية مبادرة بعنوان فرحة الطفل، والتي يتم من خلالها توزيع علب الحلويات والسكاكر للأطفال الأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة في مدينة الحسكة. في آخر يوم من شهر رمضان الكريم أطلقنا مبادرة خلينا نسميها فرحة الطفل في آخر يوم بالعيد. جهزنا بحدود 1000 سلة حلويات لتوزيعها على الأطفال الأيتام وأبناء الشهداء وذوي الاحتياجات الخاصة. حبينا نحن جمعية اليمامة نكون عند نزور أهالينا اللي هم بالبيوت واللي ما طلعوا من أجل الحظر ولأجل حماية الصحة، فنحن حبينا نحن نكون عندهم ونعيدهم بيت بيت. حبينا نحط الفرحة بقلوب الأطفال، وإن شاء الله سوريا بخير والحسكة تبقى بخير دائما. بمناسبة عيد الفطر السعيد قمنا بمبادرة بسيطة، يعني هي توزيع سكاكر وحلويات بمناسبة حلول الفطر العيد السعيد، لأنه لحتى نبين أنه سوريا بخير وأجواء العيد الحمد لله بالحسكة والناس كلها موجودة. والتزاما من متطوعي الجمعية بالإجراءات المتخذة للتصدي لفيروس كورونا، تم توصيل الهدايا إلى منازل المستهدفين وتقديم التهاني بحلول عيد الفطر. أتمنى من الله سبحانه وتعالى يرفع الغمانة والأمة وترجع الاستقرار للبلد والأمن والاطمئنان، ويرفع هالبلاء كله عن سوريا ونخلص من كل هالإرهابيين. كل عام وانتم بخير وسوريا بخير. كل سنة وانتم طيبين إن شاء الله، وإن شاء الله نبقى إيد واحدة كلنا متكاتفين في سبيل هالوطن. بدورهم الأهالي تمنوا أن يعم الأمن والأمان على كامل ربوع الوطن، مؤكدين أن المبادرة هي تعبير بسيط عن تعاضد السوريين ووقوفهم إلى جانب بعضهم البعض في كل الظروف التي نمر بها. أحمد الحمدوش للإخبارية السورية، الحسكة.